بكيفكم؟ اليوم حنا طالعين احلى مطعم انا وصديقاتي، الله يخليهم لي. ماني معلمتكم وش اسم المطعم علشان لا تجون تاكلون مثله. اي خليه سري عشان لا يصير زحمه. صادق. وهذا فوتشيني، يا ربي يا زين الفوتشيني. تلمضه. ناظر فوتشيني شلون. صوت هذا مو بغريب علي، مو بصوت اختي حصه. ما شاء الله ما بقد مكان ما راحت له. وش عليها؟ ونسى عمرها طالعه ورايحه وجايه، وحنا جالسين بمكاننا نتفرج على اللي يروحون ويجون. اتصلي على عمتك يمكن انها تعزمنا. لا يمه، راح تفشلنا وتصرفنا. اتصلي عليها يمه. يلا. الو. الو. هلا عمتي. هلا عمتي. امي تبيك. امي كيف تبزروز تقديمك. هلا يا حصه. هلا 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 والله ابو معامر، شلونك؟ وش الازعاج اللي عندك؟ لا لا يا حبيبتي، تعرفين تعبانه بالبيت وحريم الجيران زايريني. ما تشوفين شر. مع السلامه. الله يسلمك ان شاء الله. هلا والله في امان الله. مو قلت لك يا ربي ذا النشبه، كل ما طلعت مكان وين تسفيه وانا ما تعزميني، كل شوي تدق علي. من هذي بالله؟ مرت اخوي الله ياخذها ان شاء الله. شهبه اعوذ بالله. تقولين دجاج تنصقع، ما ادري ايش تبي. مرت اخوي شهبه دجاج الصقعه؟ ما تستحين. مرت اخوي ما يسبها الا انا بس، انتم لا تحترمونها، فاهمين ولا لا؟ توسم صورة سناب بتشوف التصوير حق المطعم. الله اكبر، خلها تشوف سناباتي. وش بتذبحني ولا بتقص راسي؟ ازين خلها تنقر، ابى اصور. شوفي شوفي الحين بصور سنابه. شوفه. ارتحتي يوم فشلتي نفسك؟ يما احنا مو مثل بقيه الناس، نطلع ونستانس. اجي وش انا مقصر عليكم فيه يا اخي؟ طلعنا، خلنا نطلع، ودنا جبنا اختنقنا. نبي نغير جو، طلعنا اي مكان، ودنينا اي مكان. ان شاء الله شاليه. اطلعكم ابشر ان شاء الله. شاليه فروع شاليه. حي شاليه. يس فروع شاليه الخيره. يا ابوي جرجرت انا معاك في هذه الشموسه، خلصنا يا ابوي. من جينا دخلنا 13 سنه كلها نفس بعض، مسبح صغير كالنباني والصاله مفتوحه على المطبخ. لا وش كان اخضر من سكه السمسه الاصفر، والشاليه كله 10 متر في 8 متر يا ابوي. والاسعار حفظناها 1500 ايام العيديه، 2000 الى 2500 ويكند. يا عيال انا مكلف بصعب مهمه. وش هي؟ ابوي يقول لي شوف لنا شاليه ب 500 ريال ولا تعداها. في المشمش يا حبيبي. لا ياس مع الحياه. 1800 ريال. 2000 ريال عمي. قلبي. 2500 في الويكند. يا الغالي 500 ريال ما تجيب لك الاستراحة في المزاحمية، نظام كيف صحراوي وزل أحمر، الاستراحات كلها نار. طيب وش فيها؟ ناخذ استراحة بالمزاحمية وأنا أبوك، المهم الوناسة. لا يبا لا، أنا استأجرت شاليه ومرة فخم وجيتهم عن طريق واحدة من المشهورات وعطوني ديسكاونت، فدفعت لهم عن طريق بطاقتك بس باقي عامري، روح يوقع العقد. شايف هالبنات يا زليل الدبرة، ما يجيبها لبناتها. ابتسم يا بنتي. قبل الديسكاونت 5200 ريال، بعد الديسكاونت 3800 ريال بس. ها؟ استلم الدبرة. شيك. أوف الحين ليش الأغراض ذي كلها؟ تجي مجاعة؟ أقول انثبر وامشي. الله عنثبر؟ إيه. طيب هاي أمه، لقيتي كل شيء؟ الحمد لله كل شيء لقيته، باقي كريمة الخفق. الخفق بيجي قلب أبوي، لا من نجت رسالة البنك. انثبر. سمي. خلصتوا اخذتوا كل الاغراض؟ يبينا نروح سوبر ماركت ثاني. وشو السوبر ماركت ثاني؟ والاغراض ذي من بياكلها؟ ما لقينا دقيق الكويت. وشو دقيق الكويت؟ خذوا اي دقيق، خليجنا واحد. عامر اسمع كلام اختك. طيب ما في دقيق بحريني؟ الا في دقيق بحريني وش زينه، بس اختي جابته لي وخلص. الله يعين. يلا مشينا. وراها كذا ذي. امشي يلا امشي. وهذا دقيق الكويت وجبناه، باقي شيء ثاني؟ فستق حلبي وشعيريه باكستانيه. تستهبلون انتم، ذا حلا ولا اختبار جغرافيا؟
يلا يا عيال ناموا عشان تقومون بدري، لان ورانا شاليه نبي نسوي غدانا وانت غدا بالشاليه. هتأخرون ان شاء الله يبا. ولا يهمك يا ابو عامر. لا اله الا الله. سليمان سليمان كم وين ابوك؟ كم وين الساعه 11 العيد؟ موعد الشاليه الساعه 12. كم تاخرت علينا؟ يلا لا تاخر يا مها. يلا قومي الساعه 11 ابوك يشاب علينا. عامر يا عامر عامر سمي با. قم قامك تعصبك وشلون اخذك عليه؟ علمني. ها قومت العيال ولا ايها الحين؟ لا قومتهم بس ها. عجيب هالحين ناخذ شاليه وننام بالبيت؟ ما يخالف، انا بقترح عليك اقتراح. وش رايك تتغدى وتعين من الله خير ونطلع بعدين على الساعة 2 ليه ما ياخذون لهم الغفوة؟ تدري عاد شورس وهداية الله غدينا يلا.